تزرعها بمحافظه المنوفيه. برحب بيك يا فندم. اهلا سامح بيك محافظه الفيوم، انا برحب بحضرتك يا فندم. يا اهلا، كل سنه طيب يا فندم. الله يكرمك. بحضرتك بالصحه والسلامه. الله يكرمك. امورنا سامح بيك. دلوقتي مساحات زراعه الارز بتبقى محدده. طيب. زراعه الارز. ايوه. الارز محافظه الفيوم من ضمن المحافظات المحظوظ زراعه الارز فيها. طيب. بالنسبه لو مزارع زرع ارز في هذه المحافظه وجايب التقاوي من الجمعيه، لا الرز ما فيش، ما بينزلش تقاوي خالص في المحافظه. عندكم في الفيوم ما فيش في المحافظه؟ في الفيوم ما فيش حاجه خالص. انا يمكن قاعد مع وكيل وزاره الري برضه، بنمر بره عشان اي مشكله في الري، اي مشكله في الزراعه مع بعضينا يعني. ايوه يا فندم. انتظام الجمعيات بالنسبه للموسم الشتوي؟ الموسم الشتوي الحمد لله تمام. احنا زرعنا اكتر من 70,000 فدان قمح، والاسمدة بتصطرف فورا بالمعاينة الطبيعية، والجمعية اللي فيها رصيد بصرف كل المقررات بالكامل، هو كل دلوقتي مصرف كل المقررات بالكامل، كل أيوة المحاصيل الشتوية القائمة حاليا بيصرف لها مقررات استمدادية. ايوه. في نقطة مزارعين كتير جدا بيسألوني عنها، بيبقى زارع قطن ولكنه اشترى التقاوي من خارج الجمعيه. ده بيحرم من صرف الدعم؟ الدعم بيصرف للاسماء الموجودين في الحصر الفعلي اللي تم على اساسه اربعه مكافحه ومحاسبه البنك ومصادقتهم عليه. يعني لازم يكون مشتري التقاوي؟ لازم يكون الجمعيه كافحت له وعطت له التقاوي والاسمده وعنده الحصر. ممكن يكون زرع، وممكن المزارع ده حضرتك ممكن يكون زرع في املاك دوله في ارض منافع ري ومش مقنن ري وماليش حاجه في الجمعيه نهائي يعني. ايوه. طب لو هو مقنن ريه ومحيز في الجمعيه ولكنه راح ولقى التقاوي خلصت فجاب تقاوي وزرع، ده ما فيش يمكن اذا كان في الحصر الفعلي اللي راح البنك؟ ايوه هيصرف. لو لازم يكون في الحصر الفعلي لازم للزراعة. يكون في الحصر الفعلي، لان المبلغ الاجمالي اللي جاي للمحافظه الحصر اللي احنا اتحاسبنا عليه في البنك. فعلا. انا بشكر حضرتك مهندس محمود علي سليمان وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الفيوم.